عبر سكايب من عين عيسى ينضم لنا مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية. مصطفى، سيد مصطفى، مساء الخير. إذا ما بين 10 و20% هي فقط النسبة المتبقية إذا من الرقة لكي تحرر بالكامل، دقة هذه النسبة وما هي النسبة الدقيقة التي لديكم، وهل تم تحرير أي من المناطق الجديدة خلال 24 ساعة الماضية؟ عفوا لم أسمع صوت جيدا. نتحدث بأنه 80% أما بين 98% من الرقة تم تحريرها، نسبة 10 أو 20% هي المتبقية. يعني ما مدى دقة هذه النسبة؟ ما هي النسبة الدقيقة إذن فيما تبقى من تحرير الرقة؟ وماذا جرى خلال 24 ساعة الماضية؟ نعم، مرحبا بكم. في الحقيقة الجهة الشمالية لمدينة الرقة أو الجبهة الشمالية لمدينة الرقة لطالما كانت جبهة هادئة على مدى الفترة الماضية، حيث كان التنظيم الإرهابي قد أقام تحصينات دفاعية قوامها حقول الألغام والمفخخات والأنفاق والسواتر الترابية. في الأيام أكثر من 24 ساعة الماضية نستطيع الحديث عن حملة عسكرية جزئية بدأت في الأيام الخمسة الماضية استهدفت تحريك هذه الجبهة. باغت قواتنا تحصينات التنظيم الإرهابي في هذه الجبهة، انطلقت من محور معمل السكر والفرقة 17 باتجاه صوامع الحبوب ومطحنة الحبوب في الجهة الشمالية للمدينة، استطاعت استخلاصها من يد التنظيم الإرهابي ومن ثم تحرير الأحياء المحيطة بهذين المرفقين. تم تحرير أحياء الروضة والرميلة وحي الأندلس، واستطاعت قواتنا دحر التنظيم إلى الأحياء الداخلية. عموما نحن تحدثنا في البيان الرسمي الذي أصدرناه ظهر هذا اليوم أن 80% من مدينة الرقة محررة، وال20% المتبقية هي مع ساحة اشتباكات ومعارك بين قواتنا وبين مرتزقة داعش. لكن هذه ال20% هي مساحة جغرافية ضيقة جدا يتمركز فيها التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى وجود عدد من المدنيين من الذين ما زالوا عالقين ويتم استخدامهم كدروع بشرية. هذه تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه قواتنا الآن. نحاول تجنيب هؤلاء المدنيين خسائر في الأرواح أو تجنيبهم ويلات هذه المعركة، وهي أهم العراقيل التي قد تواجهنا في الأيام القليلة القادمة. نعم. طيب، خسائر التنظيم إلى الآن، يعني ماذا بالنسبة أيضا الذين فروا من أفراد داعش، باتجاه أين؟ تنظيم داعش طبعا اشتبك مع قواتنا في هذا المحور، كان هناك العديد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انسحاب البقية إلى داخل الأحياء المتبقية في وسط المدينة. حي الرميلة إحدى الأحياء المحازية لصوامع حبوب مدينة الرقة، كان معروف عنه أنه جبهة لما يسمى بالمهاجرين أو المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش المتطوعون الإرهابيون الدوليون. هؤلاء انسحبوا إلى داخل محيط المشفى الوطني. جدير بذكر أن التنظيم الإرهابي يتحصن الآن في المشفى الوطني ويقيم متاريسه في هذا المشفى، وهو يستغل كون أن قواتنا تحاول تجنيب المرافق العامة كالمشافي من القصف بالأسلحة الثقيلة. انسحب معظم عناصر التنظيم إلى محيط المشفى الوطني والملعب الأسود وحديقة الرشيد والأحياء المحيطة بهذه المرافق. نعم. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من عين عيسى. سيد مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب. شكرا.